كون دكتور احمد ان يحصل له التهاب في اللوستين كل 6 اشهر، هل ده يعني ادعى انه يعمل عمليه جراحيه يشيل اللوز، ولا سنه 37 سنه يبقى صعب انه يشيل اللوز؟ هو حضرتك في سن 37 سنة يعني ما هواش مرتبط إطلاقا بمتطلبات استئصال اللوزتين. يعني كون العمر 37 سنة ليس بالضرورة، لا يمنع ولا يؤكد ضرورة استئصال اللوزتين، ولكن بناخذ في الاعتبار معدل تكرار هذا لو الالتهاب قلنا في كل السنة ست شهور الواحدة. يا دكتور، فأكون إن هو من مرتين إلى 3 مرات في السنة الواحدة أيضا لا يعتبر ضرورة ولا لشيل اللوز. تستدعي استئصال اللوزتين. لكن في مفهوم عند بعض الناس يقول لك ايه، اصل الراجل الكبير لو شال اللوز خطر. هو في الحقيقة ما اقدرش اقول التعبير دوت، لكن اقدر اقول حاجة معينة، ان معظم الناس اللي بسمعها وبقابلها في حياتي العملية يوميا يقول لك ان شيل اللوز في الكبار صعب بينما في الصغيرين سهل. ليه بيتقال كده؟ هو في الواقع المقولة في اعتقادي غير سليمة بالمرة، لأن لو تخيلنا مع بعضنا كده، هو هل كسر القدم أو أحد عظام البني آدم هتفرق في الألم بينها ما بين الطفل الصغير أو الطفل أو الرجل الكبير؟ تمام. بالقطع لا، هو الكسر ألم واحد في الصغيرين ولا في الكبار، ولكن الأطفال غير قادرين على التعبير بالكلمات عما تمام. يشعروا فيه من الآلام، لكن الكبار بيقدروا يعبروا ونقدر نتواصل معهم بسهولة أكثر، فبالتالي بيتولد لدى العامة من الناس هذا أن الانطباع هذا يعني. الانطباع أنه الغير صحيح بالمرة، أن شيل اللوز في الكبار أصعب منها عن الصغير.